أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. عقد اجتماع تشاوري في مدينة بصرى الشام بالريف الشرقي من درعا بين الفصائل العسكرية والفعاليات الثورية المدنية بهدف تشكيل قيادة عسكرية مشتركة للجبهة الجنوبية والعمل على إدارة المنطقة المحررة مدنيا وأمنيا. وركز الاجتماع على ضرورة وحدة الصف للحفاظ على مبادئ الثورة السورية. قال مسؤول أمني كردي إن مقاتلي البشمرجة الأكراد رفضوا إندارا من قوة شبه عسكرية عراقية للانسحاب من تقاطع طرق مهم بجنوب كركوك. وقال المسؤول في المجلس الأمني بحكومة كردستان العراق إن الحشد الشعبي أمهل البشمرجة حتى منتصف الليل السبت للانسحاب من موقع شمالي تقاطع الطرق يعرف باسم مكتب خالد. أجلت السلطات في كاليفورنيا آلافاً آخرين من منازلهم مع اتساع نطاق حرائق الغابات بسبب التغير المستمر في اتجاه الرياح. وتوقع المسؤولون ارتفاع عدد القتلى الذي بلغ حالياً 40 قتيلاً في ظل بقاء مئات الأشخاص في عداد المفقودين. ويكافح الآلاف من رجال الإطفاء 16 حريقاً كبيراً في الغابات في مناطق شمال سان فرانسيسكو. بنت شركة مايكروسوفت بعض المكاتب على الأشجار لموظفيها، في حين يقع بعضها على ارتفاع 4 أمتار فوق سطح الأرض. ويمتلك الكثير من الجدران المتفحمة بالخشب وسقف مرتفع بالكامل. وجاءت هذه الخطوة من مايكروسوفت لتوفير مساحات مريحة أكثر للاجتماعات وأماكن أكثر للتفكير والإبداع. وأنشأت الشركة 3 منازل على الأشجار، استلمت منهما 2 حتى الآن، وانتقل بعض الموظفين إليهم. وتضم هذه المكاتب قاعات اجتماع يمكن للموظفين استخدامها والعمل بداخلها. أشار تقرير حديث إلى أن شركة أبل أبرمت اتفاقية مع شركة LG لاستيراد مكونات للشاشات المرنة لاستخدامها في جيل جديد من هواتف آيفون بشاشات قابلة للطي، وذلك على غرار غريمتها الكورية الجنوبية سامسونج. وقالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية كوريا هيرالد إن شركة LG الكورية الجنوبية خصصت فريقي عمل منفصلين للعمل على تصنيع أجزاء الشاشة المرنة قد تظهر في جيل هواتف عام 2020.